بعد مباراة الأهلي وبيراميدز مين الأقرب لدرع الدوري؟ رغم ان انا زملكاوي بس شايف ان النادي الاهلي هو الاقرب، هو اللي قدر يغير فرق النقط بين بيراميدز. بإذن الله الأهلي طبعا. لا هو الأهلي طبعا، هي في فرق بتيجي وبتروح والأهلي هو بطل الدوري على طول، مفيش فيها كده. الاهلي اقرب لدرع الدوري حسم بشكل كبير بنسبه 80 كده في المية ان شاء الله. الأهلي طبعا. لا الاهلي كده كده. الأهلي إن شاء الله بدون أي نقاش. الأهلي إن شاء الله. أنا لو بقول لك بيراميدز. أقوى سكواد في مصر. الأهلي إن شاء الله. والله أنا أتمنى الأهلي بس بيراميدز فارق شوية عن الأهلي.